والأشياء المغروسة في أماكن العامة ومثمرة نأكل منها ما. لا الأماكن العامة المؤسسة يعني مؤسسة في أي مكان يعني المؤسسة هذه تعتبر للمؤسسة يعني لما تبدأ لها قيمة بالإمكان بيع ثمارها وإنفاقها في أشياء تتبع المؤسسة تبيعها بيع لا شيخنا هذه موجودة حتى عن الزيتونة في 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 مدرسة أو في مركز شرطة كبيرة وكذا نعم هذه تخرص تقدر بكذا كذا مرطة ويقوم بها واحد من لكن إذا كان هذا الحد هذا نتاع الإفساد يعني ستفسد له أن يأكل منها.